نروح قراءة بقى من أوروبا، ويمكن معانا دلوقتي طبعا الأستاذ كايد عمر، عضو حزب العمال البريطاني. أهلا بيك يا أستاذ كايد، منورنا في 90 دقيقة. وعايزين نتوقف معاك النهاردة، أوروبا بتواجه أزمة مضاعفة، يعني تقارير بتشير إلى موجة جفاف غير مسبوقة. فرنسا تأثرت زراعتها، بريطانيا أيضا الآن بالدعوة طبعا لأنه أقل موسم للأمطار بيقولوا، واحتمال يستمر. فطبعا دلوقتي في قيود بدأت تفرض على المياه وغيره، وده بشكل عام في معظم أوروبا، إضافة بقى إلى أزمة الطاقة والغاز الطبيعي. شايف إزاي هذه الأزمة المركبة؟ ولو حضرتك تحطنا في صورة ما يحدث مثلا في بريطانيا أولا، ورؤية حضرتك بعدها. يعني أولا مساء الخير لك وللمشاهدين وللمستمعين الكرام، وبالتأكيد لأول مرة يعني نرى صيفا حارا في بريطانيا، ويعني بداية من اليوم ولنهاية الأسبوع أيضا هناك موجة حر شديد جديدة، ومررنا بموجة حر قبل يعني شهر من الزمن، ويعني هذه الأمور غير مسبوقة. فيما يبدو أن التغيير في المناخ وارتفاع الحرارة هو عامل من العوامل التي ستؤثر على بريطانيا، وطبعا الشركات التي توزع المياه في بريطانيا هي تريد أن تكون يعني سريعة الاستجابة وسريعة التخطيط لما هو قادم من متغيرات، وأن لا يكون هناك يعني رد فعل بعد فوات الأوان، ولكن هناك دائما تخطيط مسبق لأي أزمة ستكون مقبلة على بريطانيا. ولذلك الشركات البريطانية الآن هي تحضر خطة لكيفية التعامل مع الأزمات المستقبلية. أنا بس يعني بدون مقاطعة حضرتك، أنا آسف يعني. أنا يعني برضو كلام إضافة لكلام حضرتك، يمكن تصريح هو من المفوضية الأوروبية يمكن منذ ساعة تقريبا بيقول الجفاف في أوروبا في طريقه لأن يكون الأسوأ منذ 500 عام. نعم نعم مش 70 بس، يعني الأسوأ من 500 سنة. نعم ما نراه الآن يعني هو طبعا أزمات متتالية، أزمات مختلفة، عدة عوامل. طبعا كانت في قمة للمناخ في بريطانيا واتفقوا على أن يقللوا من استخدام الفحم والفحم الحجري والفوسل فيولز وإلى آخره، ولكن حرب روسيا وأوكرانيا وتوقف تدفق الغاز من روسيا إلى دول أوروبا سيؤثر سلبيا على خطة دول العالم لمواجهة الاحتباس الحراري وطبعا تغير المناخ، وذلك سيؤدي إلى زيادة في الجفاف وزيادة في ارتفاع الحرارة والصيف الحار والمشمس، مما سيؤثر على خضرة أوروبا ومما سيؤثر على تدفق المياه بشكل طبيعي كما اعتدنا عليه، وستتغير الأمور يعني بشكل مختلف وبشكل. طب إيه اللي بيقال بقى دلوقتي على الصعيد الحكومي والشعبي في بريطانيا؟ بالتأكيد نحن يعني في بريطانيا الآن نحن يعني مقبلين على كساد اقتصادي ومشكلة اقتصادية كبيرة بسبب طبعا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبسبب طبعا جائحة كورونا، وبسبب يعني ارتفاع بسبب الحرب في أوكرانيا وروسيا. العقوبات الاقتصادية اللي فرضتها أوروبا على روسيا هي يعني جاءت بنتائج عكسية، في هناك غلاء في الأسعار وارتفاع في تكاليف المعيشة في بريطانيا، وطبعا فاتورة الطاقة ارتفعت بشكل كبير، وارتفاع في أسعار الوقود، وارتفاع طبعا في كافة السلع والمواد الغذائية، وطبعا الماء. فإيه بقى اللي بيقال للمواطن؟ يعني ماذا يقال للمواطن الآن بريطانيا؟ يعني المواطن قلق على مستقبله، قلق على قدرته على أنه يتحمل تكاليف الحياة، أن يعيش بكرامة، أن يعيش بهدوء بدون
يعني لا نرى ارتفاع في رواتب الموظفين، مقابل ذلك نرى في ارتفاع تكلفة الحياة وارتفاع، يعني هناك سيكون في هناك تضخم اوريدي موجود في بريطانيا، هناك معاناة اقتصادية يعني بدأت بالتدحرج وبالتطور، ويعني سيكون هناك تأثيرات اقتصادية كبيرة يعني. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ كايد عمر، عضو حزب العمال البريطاني، شكرا جزيلا.